أهلا أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد، وموضوعنا اليوم هو theme.json، واليوم سنتعلم أكثر عن هذا الملف الذي يبدو شائك نوعا ما. أذكركم، نحن تعلمنا أن theme.json هدفه تمرير معلومات خاصة بالستايل، الستايل الخاص بالقالب والأشياء التي يدعمها القالب. فبداية بالنسبة قمنا بإضافة التمبلت بارت هنا مثل هيدر فوتر، وأضفنا لها تسميات، وأيضا أضفنا الكاستوم تمبلت التي نريد دعمها بقالبنا بثيم.json. ثم ذهبنا لخاصية جديدة اسمها settings أي الإعدادات، فيها وضعنا الكلر الرئيسية التي موجودة في موقعنا من خلال البلد، وأيضا قمنا بدعم اللاي اوت بكونتنت سايز 700 بكسل، وأيضا قمنا بدعم السبيسينج. أيضا أعزائي، يمكن بداخل الستايل نفسه أو بداخل عفوا بداخل السيتنج نفسها يمكن أن ندعم، لاحظوا أين الكلر، هذه الكلر، لاحظوا بعد انتهاء الكلر سأضع كوما هنا، وأدناها سأقوم بكتابة شيء اسمه typography. طيب هذه typography هي خاصية جديدة بداخل السيتنجز، فانتبهوا أين نحن الآن، نحن ما زلنا بالإعدادات، وبداخل الإعدادات أنا قمت بإضافة typography. بالنسبة لكلمة typography تعني الأمور الخاصة بالخطوط بالكتابة، هذه هي typography. فستسمعون بكلمة typography في كل مكان، يعني إذا كنت مبرمج ويب أو مبرمج يعني تطوير ويب أو فرونت إند، فأنت تعرف أن هذا الشيء جدا جدا مستخدم، التايبوغرافي التي هي بكل بساطة يعني النصوص وإعدادات النصوص، مثل حجم الخط، ومثل مثلا ارتفاع السطر، مثل الويت سمك الخط، مثل التكست ديكوريشن، هذه تعود ايضا للتايبوغرافي، مثل اذا اردنا مثلا ان نضيف مثلا حرف كبير حرف صغير، هذه الامور، مثل نوع الخطوط التي نريد ندعمها. تايبوغرافي جدا مهم، عنصر جدا مهم من قالب، من اي قالب، من اي واجهة فرونت اند، ومن قالب ايضا ووردبريس. فاذا ذهبنا الى مقالتنا هنا، كل المقالات ونفس المقالة أنا سأطبق عليها كل شيء تقريبا، لأنه ليس شيء صعب، يعني يمكنك أن يعني تغير بثيم دوت جيسون مباشرة تعرض التغييرات. فإذا لاحظوا هنا أعزائي، مثلا هذا مرحبا بكم، إذا نظرنا إلى الخطوط لدينا هنا شيء محدد small medium large x large، من أين جاءت هذا؟ هذا جاءت من الديفولت، كما كان لدينا الديفولت باليت ايضا لدينا ديفولت فونت سايز. لاحظوا مجرد ان اقوم بالنقر هكذا، لاحظوا هنالك خطو يعني خيارات من هذا المظهر يعني يعطيك فكرة عن يعني هو من يعني يجمع ما بين السمك الخط يعني ويت، وايضا اذا كان مائل وغير مائل وهذه الامور. فاذا هذا هو المظهر. ايضا هنالك شيء اسمه تباعد الأحرف، تباعد الأحرف يعني letter spacing بCSS letter spacing اسمه، يعني كل حرف وعن الحرف الثاني كم المسافة بينها. لاحظوا أصبح هنالك مسافة، لاحظوا يعني تعالوا يعني اجعلها أكبر، لاحظوا الفرق، يعني هذا هو. عادة باللغة العربية نحن لا نستخدم letter spacing، لكنه مفيد بالنسبة للغة الإنجليزية. فإذا زخرفت النص، لاحظوا أن تضع هنا خط أدناه، أو أن تقوم ب يعني بستروك هكذا، خط ستروك ثرو يعني خط عليه، يعني هذا يعني لا شيء. أيضا هنالك من الخيارات حالة الأحرف التي هي الأبر كيس واللور كيس، أو يعني كابيتال لتر وسمول لتر، يعني هل تريد أن تكون هذه الحروف كبيرة أم صغيرة. هذا الشيء أيضا يعود للأحرف الإنجليزية، بالنسبة للعربية لا يعني شيء. وهذا الحرف الكبير أن تجعل الحرف الكبير هكذا، يعني مثلا مرحبا هكذا تكتب. أيضا هذا باللغة الإنجليزية يبدو شكلها جيد، اللغة العربية بعض المواقع تستخدم هذا الستايل، لكن يعني هو بالنسبة للغة العربية يعني غير مفيد، لأنه
يقوم بتقس، نحن نكتب بحروف متصلة ليس كما اللغة الإنجليزية حروفها منفصلة. طيب، فإذا هذه الخيارات كلها تأتي من ضمن التايبوغرافي أو الخطوط. فإذا هذه التايبوغرافي، مثلا أنا أريد أن أقوم مثلا بإضافة فونت سايز مختلفة عن التي يتم دعمها في القالب أو افتراضا، فكيف ذلك؟ بكل بساطة أقوم بإضافة هنا font sizes حتى أضيف الفونت سايز الخاصة بي. هي عبارة عن قائمة، يعني قائمة من الفونت سايزز. فإذا أول عنصر مثلا الخط الصغير، ثاني عنصر الخط الكبير، وهكذا. وكل عنصر سنعبر عنه أكيد بأوبجكت، وهنا مثلا سنكتب name، وهنا مثلا ما اسمه الذي تريد أن تعرضه على الشاشة، مثلا سأكتب very large. طبعا هو بالعادة يكون اسمه XX large وهكذا، لكن مثلا نحن سنسميه very large، يمكن أن تسميه أي شيء. السلاج أيضا يجب أن أضيف سلاج، سلاج جدا مهم. السلاج هو الاسم الذي يتم التعامل معه داخليا بالنسبة لهذا الفونت سايز، والسلاج نفسه الاسم اللطيف يعني، فيمكن أن أكتب هكذا السلاج أن يكون very large. وبالنهاية يجب أن أضيف السايز الذي أريد، فمثلا very large يمكن أن أضعه 60 بيكسل. إذا هذه هي الفونت، أول فونت سايز الذي أنا دعمته. فإذا قمت أنا بالتحديث، لاحظوا هنا يعني لا ظهر لي هنا S، لاحظوا ومكتوب عليها very large، هو نفسه الاسم الذي أنا اخترته. ولاحظوا إذا قمت بالنقر هكذا أعطاه نفس الشيء الذي أنا يعني نفس الحجم الذي أنا أعطيته إياه. فإذا تحديث، وإذا قمت بعد الصفحة وقمت هكذا بالتحديث، فإذا هذا الباراجراف لاحظوا أين الفون سايز، ها هو الفون سايز، يقول very large وفي الأعلى يساوي 60 بكسل، فهو أخذ فعليا الرقم الذي أنا أعطيته إياه. بالتأكيد يمكن أنا أيضا أن أقوم بإضافة عناصر أخرى هنا، فمثلا أضيف بهذا الشكل مثلا شيء آخر، مثلا أكتب large وهنا large وهنا 40. يمكن أيضا أن أكتب حجم آخر، مثلا أكتب medium وهنا medium وحجمه يكون مثلا 30، وأيضا أضيف آخر وهنا أكتب small وهنا أكتب small ويكون مثلا 20. طبعا هذا ليس small، لكن أنا أعطي فكرة فقط، يعني هذه مجرد فكرة وليس هي أحجام تعطيها للديزاين الخاص بك. يجب أن يكون لديك فكرة، على فكرة عندما يكون هنالك ديزاين محدد من قبل مثلا الشخص، يعني هنالك مصمم قام بمثلا بإضافة ديزاين معين، فهو يعطي هذه الأرقام، هو المصمم يعطي هذه الأرقام. فإذا دعونا نرى مجددا، فإذا قمت أنا الآن بالتحديث وقمت بالتحديث بهذا الشكل، فإذا لاحظوا الآن، فإذا لاحظوا ها هي، جيد. طبعا الترتيب الذي جاء فيها، لاحظوا هو يعطيها بهذا الشكل small medium، الترتيب جاء عكسي، جيد. فدعونا نقوم بترتيبها بالشكل الصحيح، لأنه هو يعني نحن كتبناها بهذا الشكل، دعونا نرتبها بالشكل الصحيح. فنضيف مثلا very small في البداية وهنا هكذا، وثم medium وثم large. فإذا الآن تحديث، فإذا هذه مرحبا، فإذا لاحظوا x large، فإذا الآن small، لاحظوا mid small. طبعا هو يأخذها بهذه الطريقة small بهذا الشكل، نفس الترتيب على فكرة، يعطيها نفس الرقم. يعني لو أنا اخترت هذا حجم small، فهذه very small، الاسم الذي أعطيته إياه يظهر هنا في الأعلى، الاسم يظهر في الأعلى، وهنا يعطيها هو small medium بالترتيب، يعني x large x x large هكذا. لاحظوا هنا أن يمكننا أن نضيف مثلا فونت مخصص هنا، فيمكن أن أمنع ذلك أنا بنفس خيارات التايبوغرافي، فبالتالي سأكتب هنا custom font size، سأجعلها false. فإذا الآن لو قمت بالتحديث،
فلاحظوا الآن لا يمكنني أن أضع custom font size كما في السابق لأني أضفته false. إذن هذه من الأشياء التي يمكن أن أضيفها. لاحظوا هنا مثلا لا يوجد ارتفاع الخط، هل يوجد ارتفاع الخط؟ لا يوجد ارتفاع الخط، الارتفاع الخط يعني line height غير موجود، لكن إذا أردت أن أدعمه فبكل بساطة هنا أكتب line height true. فإذا كل الإعدادات التي نراها بالسيتنجز هي عبارة عن إعدادات يمكننا من خلالها أن نقوم بالشيء التالي، ما هو أن نفعل شيء ونعطل شيء، الذي نعطله نكتب false، الذي نفعله نكتب true. فإذا الآن مرحبا بكم، يفترض الآن أن أرى هنا ارتفاع الخط، فإذا ها هو، أو ارتفاع السطر، عفوا ارتفاع السطر، ارتفاع السطر هكذا مثلا 2، يمكن أن تكتب 3. ما هي فائدة ارتفاع السطر عندما يعني تكتب مثلا هنا لو أضفت مثلا ارتفاع السطر نصف هكذا، وهنا كتبت مثلا أهلا بكم كيف حالكم مثلا، وهنا أدناها طبعا هنا لدينا قمنا بإضافة شيء نحن هنا بالنسبة لهذه الفقرة الأبعاد الهوامش الداخلية وأضفناها زيرو. جيد، فإذا زيرو، زيرو ممتاز، فإذا لاحظوا هذا هو ارتفاع الخط. طيب أنا مثلا لو هذه الفقرة مثلا قمت بتجميعها وأضفت هنا مثلا 200 بكسل، جيد، فإذا لاحظوا كيف يصبح الخط بهذا الشكل. فارتفاع الخط يعطيني حل لهذه المشكلة، فبكل بساطة أنا أكتب ارتفاع الخط أو مثلا للفقرة هذا أحددها وأضيف ارتفاع الخط وأكتب ارتفاع الخط أريده 2. 2 يعني أن أنا أريد ارتفاع الخط، أو عفوا ارتفاع السطر، أنا أقول الخط يعني أقصد السطر line height، ارتفاع السطر أنا أريده 2 يعني الضعف، 2 ضعف حجم الخط. فإذا كان مثلا هذا حجم الخط 40 ارتفاع السطر سيكون 80، جيد، إذا كان هذا حجمه 16 ارتفاع السطر سيكون 32، فهذا يعني 2 هذا هو معناها يعني، واضح. وأيضا يمكنك أن تضيف مثلا، لا هنا فقط يمكنك أن تحدد أرقام هنا بارتفاع السطر وليس أن تضيف مثلا بيكسل. هذا موضوع ارتفاع السطر بيكسل يمكنك أن تكتبه بالCSS، لكن هنا فقط يمكنك أن تكتب رقم مثلا 1 نصف كذا، هذا الموضوع. أنا لا أريد مثلا أن يكون التكست ديكوريشن مفعل، أو مثلا التكست ترانسفورم، حالة الخط، حالة الأحرف تكست ترانسفورم، فهذا سأعطيها false. أيضا لا أريد مثلا اللتر سبيسينج مفعل، فبالتالي يمكن أن أعطيها لتر سبيسينج false. طبعا أنت ربما تسألني تقول طيب يعني لماذا لا أفعلها كلها وأعطي حرية للمستخدم؟ هي موجودة، جيد، يمكنك أن تفعلها كلها، لكن إذا كنت أنت مطور يعني واعي كفاية أنت تعرف أنك ستستخدم ما تحتاج، فإذا وجدت أن هذه الأشياء ليس لها معنى فلا داعي أن تضيفها لصفحتك، إذا ليس لها معنى بالنسبة لك، بالنسبة للصفحة، بالنسبة للقالب، يعني لا أقصد ليس لها معنى بالمجمل، أكيد لها معنى في بعض الحالات. فإذا هنا بالخطوط لاحظوا الآن الشيء الذي اختفى تباعد الأحرف، وأيضا text decoration، text decoration عفوا text transform حالة الأحرف اختفت. هذه الحرف الكبير أيضا يمكن أن أقوم أنا بإخفائها ب drop cap، إذا هذا أعتقد هكذا اسمها، إذا لنرى إذا قمت بالتحديد هكذا ومرة أخرى بالخطوط سنجد أن هذا الذي اجعل الحرف الكبير اختفت، جيد. text decoration أعتقد لنرى إذا قمت أنا ب أيضا ب منعها، فإذا text decoration false. المظهر عفوا ارتفاع السطر مهمة فسنتركها، هي لم تكن موجودة ونحن فعلناها، فإذا لاحظوا الآن ارتفاع الزخرفة ذهبت. طيب أنا أريد مثلا سمك الخط أن يكون موجود، سمك الخط الذي هو الفونت ويت، أنا أريد أن أدعمه، فبالتالي هنا سأكتب true والفونت style دعوني أجعلها false التي هي الـ appearance، فإذا لنرى أو المظهر مرة أخرى، نعم ها هو ظهرت، فإذا سمك الخط ها هي، وسمك الخط يمكن أن نختار بين هذه الأشياء الموجودة هنا مثلا عريض كذا. فحتى تظهر سمك الخط يجب أن يكون الفونت ستايل غير مفعل، فإذا يجب أن يكون
فولز. فنحن أضفنا الفونت سايزز هاهي جيد. أيضا يمكن أن نضيف شيء اسمه فونت فاميلي، فونت فاميليز، ويتم إضافتها بنفس طريقة إضافة الفونت سايزز، هي عبارة عن array فونت فاميليز. هل كتبتها بشكل صحيح؟ نعم. وكل object فيها يكون اسم الفونت الذي أنت تريد، مثلا اسمه name of font. طبعا أنا لن أقوم يعني بشرح هذا كامل لأنه يحتاج خطوة إضافية قد تكون صعبة قليلا. وهنا علينا أن نضيف السلاج الخاص بهذا الفونت، فمثلا custom font الاسم الداخلي يعني. وثم نضيف شيء الفونت فيس. الفونت فيس هي شيء تعرفونه بـ CSS، إذا كنتم لا تعرفونه لا مشكلة. وثم من هنا يجب أن نضيف السورس لهذا الفونت. فبالتالي أنا لن أشرح موضوع الفونت فاميلي، ربما نخصص له فيديو متقدم لاحقا، لكن هذه هي طريقته. يمكن إضافة خطوط يتم دعمها في الموقع من خلال أيضا theme.json. ففقط أحببت أن أنوه حول هذه النقطة.